انت مثلا في مميزات بتسمع مثلا بتسمعه بتحبه بتهتم بيه و و و و ولكن هو جه عند مثلا ان انت مثلا نفترض بتحب تلبسي بناطيل، هو ما بيحبش البناطيل، قام ساب العلاقه ومشي، قال لك ده عنيده. هو كده بقى شخص معاه كوبايات كتير قوي ومشي، وعلى فكره انت كنت تعبان قوي 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 قوي، عشان كده بدات حاجه جديده اهو، وتعبت قوي عشان تخرج من اللي حصل ده، تعبت قوي، ممكن تكون قفلت على نفسك فتره طويله وانعزلت عشان تبقى كده، عشان تبتدي حاجه جديده وتبقى كده. فانت شايف ان هو شخص ما بيعجبوش حاجه ومشي من العلاقه مع ان فيها حاجات مميزات كتير جدا، ومع ذلك ما بصش لاي حاجه، ما بصش للحب، ما بصش للاهتمام، ما بصش لان انا مناسبه ليه، ومشي وساب العلاقه. والان هو ايه، هو ايه دلوقتي عارف، قاعدين جنب الحيطه ونسمع الزيت. انت يا برج السرطان دلوقتي قعدت جنب الحيطه حرفيا وسمعت الزيت. عشان هو دلوقتي شعر بانه ضيع فرصه كبيره قوي من ايده. طيب هو شايف العلاقه، سوري، الخطوه اللي عايز ياخدها ايه بقى؟ الخطوه اللي عايز ياخدها ان هو اعتقد ان هو يا برج السرطان عايز يا اما يرجع العلاقة مرة تانية، ممكن نقول كده، او ان هو بقى يبص لقدام، لان هو تعبان على فكرة وعمال يتألم من اللي حصل ده، فتقريبا عايز بقى يبص لقدام. تقريبا لما شافك ان انت نسيته، وان انت بدأت تعلن حياة جديدة من غيره، وقفلت على الماضي كله ككل، فقال خلاص بقى هو شكله كده مشي وسابني، فانا شكلي فنمشي بقى، اخد نفسي وامشي، لان كده انا اتهزأت قوي بما فيه الكفايه، مش هفكر تاني ان انا ارجع او اعمل اي حاجه. ممكن يكون تفكيره كده، وده اللي انا، لا بص يا برج السرطان، هو بيفكر يجي مره تانيه ويقدم عرض، ويوازن في الاخذ والعطاء ما بينكم. زي ما قلت لك انتوا الاثنين في حاجه، في حاجة حصلت وهو مشي، وعايز يجي مرة تانية وبأقصى سرعة. زي ما اهو هو شافك انت بدأت صفحة جديدة، مبسوط قوي بنفسك، وشايفك ان انت يعني بقيت حاجة كبيرة قوي. معرفش هل ممكن تكون بدأت حاجة جديدة، او سمع ان انت هتبدأ حاجة جديدة وحاجة هيجيلك منها نقود كتير قوي، فلوس، ممكن تكون اتوظفت، ممكن تكون اترقيت في الشغل، ممكن، الله اعلم. فعايز يجي ويقدم عرض تاني، عايز يجي ويقدم عرض تاني بعد ما انت قفلت السكة كلها. وهو خايف على فكرة، وواقف بيترقب ومش عارف بقى يروح ولا يرجع. هو بص باصص اهو، ومقرر يجي على فكرة، مقرر بقى امشي لقدام ولا اروح. فهو بس هو مقرر من جوه ذات نفسه كده ان هو يعني ايه، يجي لك مره تانية، لانه مجروح قوي قوي قوي، وشاعر بان اتهزم في العلاقه دي. طيب هو شايف العلاقه دي ايه؟ شايف انها علاقه ممكن تبقى زواج، ممكن العلاقه دي تبقى زواج، لان ده برضو كارت المأذون. او ممكن يكون شايف ان العلاقه دي علاقه محتاجه حكمه، ومحتاجه تصالح، ومحتاجة نحمس مع بعض تاني، لأن ده شخص حكيم وبيسمع الناس اللي بيكلموه. مش قلت لكم محتاجة تصالح؟ العلاقة دي محتاجة نسمع بعض ونفتح مع بعض صفحة جديدة، ومحتاجة حكمة، محتاجة نفهم بعض، احنا ما كناش فاهمين بعض. ممكن تكون فعلا ما كنتش فاهمين بعض، لأنه ماشي وساب كل حاجة في العلاقة، يعني ده غبي، ده شخص غبي، سايب كل حاجة وعشان كوباية قام ماشي. فأنت يعني أنت عايز إيه؟ ما أنت واخد كل حاجة، هو أنت هتاخد، أنت هتاخدني كاملة يعني إزاي يعني؟ فهو شايف إن 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 العلاقة دي كان فيها جروح جامدة قوي قوي قوي، وكان فيها طعنات في الظهر، كان فيها أفكار وحشة ولوم على طول، بتلوموا على بعض، أنت اللي عملت، لا أنت اللي عملت، أنت اللي عملت، وفيها جرح، لأن هو مجروح هو كمان على فكرة، وفيها شد وجذب جامد قوي. فشايف ان احنا ممكن نرجع العلاقة دي تاني، وممكن فيها امل اقدم العرض تاني، ادي تاني مرة يقدم عرض، تاني مرة شكله عايز يقدم عرض بجد ويرجع. بس عايزين نشوف، طب بس في الاخر هقول لك نيته ايه. مثلا انت شايف ان هي فعلا محتاجة حكمة، انت كمان شايف نفسك على فكرة الحاجة،
محتاجة حكمة ومحتاجة تفكير ومحتاجة نسمع لبعض ومحتاجة ان احنا نتشاور مع بعض، ويبقى في ما بيننا عدالة. في لازم العلاقة دي يبقى فيها عدالة، عشان كده هو عايز يرجع يعمل توازن في العلاقة دي. العلاقة دي ما كانش فيها توازن، في حد كان بيدي للتاني اكتر، في حد كان بيضحي اكتر من التاني، فهو شايف ان العلاقة فعلا محتاجة توازن، وانت كمان شايفة انها محتاجة عدالة، وانت محتاج العدالة في العلاقة دي لانه سابت وألمك، وانت محتاج تتشافى من العلاقة دي. طيب دول دول دي النصيحة ليك كده قبل ما اشوف النية بتاعتك. اعتقد والله اعلم يا برج السرطان انه هيرجع تاني يتكلم معاك، بس هيبقى في خناقة في الاول زي ما قلت لك، هيبقى في خناقة، هتضربوا ببعض وكل واحد بقى هيتخانق مع التاني. والنصيحة بتقول لك اهدى شوية واستقر وفكر بمشاعرك شويه يا برج السرطان، لان انت لما قفلت الدايره وموت معاك المشاعر القديمه. فالنصيحه بتقول لك فكر بمشاعرك شويه مش بعقلك، ما تحكمش عقلك، انت لو حكمت عقلك هتبقى كده هتتخانق معاه. رجع تاني مشاعرك تاني يا برج السرطان. انا عارفه ان برج السرطان مشكلته انه لما بيقفل على المشاعر بيقفل عليها بجد مش هزار. طب نشوف كده، يعني انا شايف ان انت بدأت حاجة جديدة، او شايف ان هو حاسة ان انت عملت حاجة شهرتك مثلا، بقيت مشهور نوعا ما، بقيت محبوب قوي. طب نشوف نيته ايه، لو هو عايز يرجع نيته خير ولا نيته مثلا ينتقم مثلا. ورقتين لا لا ده لا. نيته خير يا برج السرطان. ده انت لو بتتعامل مع حد برج الجوزاء برضو ممكن يكون طالع شمس القمري، نيته يستقر معاك. هو زي ما قلت لك اكتشف بعد الفراق بانه طلع ميم مغفل كده، لما يجي يكلمك قول له انت ميم مغفل، طلع مغفل وساب كل، يعني بعد ما مشي اكتشف ان كل الكوبايات دي كانت حلوه، وان هو ساب العلاقه عشان حاجه واحده بس، فطلع مغفل. مين مغفل؟ طبعا وحمار، كل ده احنا خدناه في المدرسه. فهو عايز يستقر معاك وبيحبك قوي، هو بيحبك على فكره، بس هو غبي. في ناس غبيه، ايوه انا دايما اقول لكم يا جماعه اوعى، يعني دايما افتكر ان الشخص اللي معاك ممكن يطلع غبي، تفكيره غبي. انت قدمت له حاجات حلوه قوي، انت شخص جميل قوي يا برج السرطان، وشكلك ضحيت جامد قوي عشان قوي، وعلى فكره هو فعلا وممكن يكون عايز يتجوزك على فكره، ده المأذون، كارت المأذون، عايز يقدم عرض، عايز ينهي اللي فات ده كله، وانت عايز عداله. لو سمحت انا عايز عداله، انت عايز عداله، عشان كده النصيحه بتقول لك انت قفلت على مشاعرك قوي بطريقه مش حلوه. اقفل على الماضي، اقفل على الماضي، ولكن رجع المشاعر تاني يا برج السرطان، لان الشخص ده بيحبك. لو سمحت ما تتخانقش معاه، رجع مشاعرك تاني وخليك معاه بقى، وبلاش ده كله يعني، وبلاش الملام. طيب هو كويس انها انتهت على خير. نشوف بقى المنفصلين، وقلنا الطاقات بتبقى متغيرة. يعني ده حاجة وده حاجة، أو أنت بقى زي ما تحب. المنفصلين من برج السرطان مشاعره إيه وناوي على إيه؟ ده مشاعره حاليا هو محتار ومش عارف يستقر خالص في المشاعر، وحاسس ان في حيره شديده قوي قوي قوي، بس ناوي ياخد قرار. ناوي 3 جنيه. زي ما قلت لك هو حاسس بغموض قوي، وانعزل فتره طويله عشان يفكر، وشاعر بان ممكن يبقى في بدايه جديده، عشان كده هو عايز يجي يعمل بدايه جديده. ناوي على ايه؟ ناوي ياخد قرار يشيل بقى الغموم دي كلها. دي اللي بص، ده غموض، شخص محتار، هو محتار على فكره، محتار قوي، يرجع ما يرجعش، ممكن يكون مش متاكد انت عايزه ولا لا، ممكن يكون شاعر بان انت ما بقتش محتاجه، ممكن برضو والله اعلم. فهو عايز ياخد قرار بانه يشيل بقى الغمامه دي كلها، ولكن هو نفسه في بدايه جديده اهو. ده مجروح منه، ده نفس ليه كده؟
نفس اللي كرة القدم، مفيش مشكلة. هو مجروح ما بينامش من التفكير وعايز يرجع التوازن تاني. خلي بالك هو مش متأكد من مشاعرك خالص، وشاعر بأن انت نسيته، عشان كده هو متردد في مشاعره وعمال يقول ارجع ولا مرجعش، ارجع ولا مرجعش، ارجع ولا مرجعش، ولكن هو هيتخذ قرار. بس خلي بالك ان هو لما يجي مش هيبين لك المشاعر دي، لانه مجمد مشاعره حاليا، هيبقى داخل عليك دخلة ازايك وانت عامل ايه دلوقتي. انا دايما مسميها الدخلة دي. ليه بقى مسميها الدخلة دي كده؟ عشان بيبقى هو قلقان اصلا، هو شخص قلوق قوي وشكله كده ما بيحبش حد يكسفه، فهيقول لك ازيك عامل ايه. لو لقاك مثلا بتعمل سين ما بتردش او ما ردتش اصلا على الموبايل في المكالمه، لو اتصل بيك مش هيتصل بيك تاني، ولكن هو نفسه يرجع ويعمل توازن، فهيدخل بس مجمد مشاعره او عامل وش الخشب ده، عامل الوش ده عشان بس ايه يداري الخيبه اللي هو فيها، حرفيا خيبه يعني. يعني الراجل اللي بيبقى محتار يرجع ده انا بحس انها خيبه. خليك قلبك جامد، خش كده بقلب جامد وخلاص، رفضتك رفضتك خلاص مش مشكلة، أو عموما رفضناك يعني. طيب العزاب بقى من برج السرطان، ودي طاقة تالتة خالص عشان الناس بس كده. والعزاب ده إن هما ناس قطعت العلاقة تماما، متأكدين إن هي مفيش رجوع، وممكن يبقى في رجوع برضو، أو عزاب بقى لهم كتير قوي ما ارتبطوش. يا عيني من آخر علاقة كانت سنة 88 في عز الحر. برج السرطان اصلا نادرا لما بيخش في علاقات اصلا، يعني الرجاله بالتحديد منهم، الستات لا، الستات بتخش ولكن دي وقعت. لا حد داخل في طريقنا، لا ومشاعره ايه وناوي على ايه، شكل كده حد قديم ولا ايه، ربنا يستر. ممكن يكون حد قديم خالص بقى خالص. يا الهي يا الهي. اعتقد انه في حد داخل، برج هوائي شمس قمر طالع، وشخص جاد قوي قوي يعني، وبيحكم العقل على القلب دايما، والمشاعر بيبقى راكنها على جنب. ولما بيخش في علاقه حب بيبان في الاول بانه بارد وما عندوش قلب اصلا خالص، وتبقى بتقول ده جاي يتسلى لا اكتر ولا اقل. انا بقول لك، مش بقول لك انت بتقول عليه جاي يتسلى، الكلام بتاعي بيتطبق في الورق. اول ما بيدخل بتقول ده جاي يتسلى، جاي يهزر، جاي يضحك، ولكن هو ما بيبقاش كده. ولو هو شخص قديم فهو هيرجع، ولكن هيحصل الاول مشاده كلاميه ما بينكم، بسبب في فراق حصل ما بينكم انتوا الاثنين، وهو عايز يرجع العلاقه دي مره تانية ليه. وممكن يكون الشخص ده كان قديم وانتوا اكتشفتوا طرف تالت في العلاقه، فمشيتوا واتخانقتوا معاه ومشيتوا، ولكن هو هيرجع مره تانية عشان بيحبكوا او اختاركوا انتوا، او اختاركوا انتوا بالمعنى الاصح يا برج السرطان، واختاركوا انتوا وعايزكم بعد ما انتوا مشيتوا، واكتشف ان الحياه من غيركم صعبه قوي، واكتشف ان الطرف التالت ده كان بيتسلى، او هو كان بيتسلى بحد اصلا وانتوا مشيتوا، وهو راجع اكتشف ده. بس خلي بالك بيحكم عقله قوي قوي، او بيفكر بعقله قوي. طيب نشوف برضو مشاعره ايه. طبعا زي ما قلت لكم هو راجع، وراجع ليكم انتوا، لان هو شايفكم الصميم بتاعه، شايفكم انتوا القدر، انتوا شخص قدر ليكم. ممكن يكون في علاقه تانية اصلا وانتوا مشيتوا بقى، لما شفتوه مبسوط في العلاقه التانية قلتوا خلاص كده هو مش شباك خلاص، ونشوف حياتنا احنا بقى.